يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمور الذي فيها نظر هل يكون تركها أولى حتى يتبين للشخص القول الراجح في ذلك؟ إذا تردد الإنسان إن كان جاهلا يسأل، وإن كان عالما متمكنا ولكن ما تبين له الأمر فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.